اثنينات لاعبين محليين، الفكر اللي بيقود الأندية ورأس الهرم في الاتحاد السعودي، تمام؟ مش الحالي، حتى السابق، في أمور أخطاء. إحنا أنت تبغى تشوف وضع الكرة السعودية، تشوف حتى آراءنا إحنا كإعلاميين، نختلف على بعض الجزئيات الخطأ. أنت عندك مدرب مثل مارفك، نعود من أول لأول، مدرب مثل مارفك صنع من منتخب إنه يكون يتصدر أقوى مجموعة آسيوية، أبهر آسيا، وصل إلى نهايات كأس العالم بشهادة الجميع، حتى صحيح. موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم، فجأة تبدأ تطلع تصاريح مارفك رفع سعره، جبنا مدربين اثنين بعد مارفك، شوف وضع المنتخب وين وصل. انت اليوم في كأس آسيا، خلينا نتكلم بواقعية، انت فزت على مين؟ فزت على كوريا الشمالية وفزت على لبنان، مع احترامي لهم كدولتين لكن كرويا لا مقارنة. اول اختبار حقيقي، تمام، امام المنتخب القطري، شفت وضع المنتخب، خسرت كالعادة امام اليابان، عدنا من اول وجديد احنا نبحث عن اخطاء الاندية السعودية. هل يعقل من 2005 اخر انجاز حققه نادي الاتحاد في ظروف طفرة نادي الاتحاد الفنية، سواء اللاعبين الاجانب او اللاعبين المحليين؟ اليوم انت اندية تصرف مو عشرات الملايين، مئات الملايين من الدولارات، ما تستطيع تحقق بطولة آسيا. ليش؟ أندية أقل منك، أنت توصل للمباراة النهائية ما تقدر تفوز، حكم ظلمنا، لاعبين أجانب. حتى في مباراة سيدني الشهيرة، والآن جمهور الهلال يسمعني، مباراة سيدني كان في ظلم تحكيمي قاتل لفريق الهلال، لكن عود كم فرصة فريق الهلال وصل إلى الهلال. طيب ما يخالف، تمام. لكن اليوم أنا أقول لك كمان جزئية مهمة أبو حمد. ممتاز، ما دام أنك فتحت التاريخ يا وائل. جزئية مهمة بس دقيقة، أنت الآن لك 3 أو 4 مواسم فاصل الشرق عن الغرب، أنت ما بتقابل الشرق إلا في المباراة النهائية. بطلب منا إحنا. طيب ما دامكم ما يخالف، ما دامكم تكلمتوا عن التاريخ، في